مرحبا وأهلا وسهلا بالكل بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية على قناة لوجيك دوت. هيدا الدرس السابع للي ما لحق دروس اللي قبل، بتلاقوها بحرف I فوق وبالوصف تحت. اليوم رح نحكي عن الكلمات اللي بتعبر قديش عملنا الشغلة، قديش كنا بنشاط. بالإنجليش اسمها Adverbs of Frequency. حددها بالأول Never أبدا، hardly ever شوي أنجأ، sometimes أوقات، often أوقات كتير، usually غالبا، always دائما. أما ما كان بجملة، إذا كانت جملة خبرية يكون عندنا الفاعل بعدين هل adverb بعدين فعل. مثلا I always eat، أنا أكل دائما. أو بيكون عندنا الفاعل بعدين الفعل to be بعدين adverb بعدين صفة adjective. مثلا You are always late، أنت تتأخر دائما. أما لو جملة استفهامية، أنا auxiliary وفعل الاستفهام أخذني to be to do to have مثلا، بعدين فاعل بعدين adverb بعدين الصفة. مثلا is he always drunk، هل هو سكران دائما. وهيدا درس اليوم، بلاقيكم درس قريبا. اشتركوا بالقناة، كبسوا هون الانجليزي هون الالماني هون الباتريون، والى اللقاء.